وذكر حجاج عمان خبر وفاة الأمير الجلندي بن مسعود الأزدي أمير عمان وعظيم الأزدي فيها. كان إباضيا من الشجعان، هو الذي قتل شيبان بن عبد العزيز الصفري. كانت عمان في عهده أشبه بالمقاطعة المستقلة أيام بني أمية. لما انتقل الحكم إلى الخلافة العباسية أرسل الخليفة أبو العباس السفاح القائد خازم بن خزيمة في جيش لإخضاعها. قتله الجلندي الذي قتل في المعركة، وقتل معه نحو 10,000 من أصحابه.